الدكتور هشام العزازي، أستاذ علاج الألم التداخلي جامعة عين شمس. أهلا بكم. إحنا بنضر نفسنا بشكل كبير جدا فيما يتعلق بالرقبة. في أعداء للرقبة كتير، أعداء. اولا النوم بطريقه غلط، احنا اساتذه النوم بطريقه غلط، اللي بينام في العربيه واللي بينام هو يعني بيذاكر واللي بينام في محطة مترو واللي بينام في السينما، يعني النوم بطريقه غلط. برضو وضع الكتاف، يعني الكتاف بص لك واحد ماشي كتاف عامله كده مش عارف ايه، ده بيضر الرقبه جدا. الضغوط والاجهاد، برضو التوتر لفترات طويله، والحركات الغير طبيعيه بقى، يعني مثلا ان واحد يروح مره واحده مطقطق رقبته، عامل رقبته مطقطقها او تنيها مره واحده بشكل مفاجئ، ده خطر جدا جدا. برضو يعني في ناس تحط راسها في زاويه غريبه، يعني بص تلاقي مثلا ايه، يعني واحد بيشتغل تحت سقف واطي، بيشتغل في حته في صنداره مثلا، طالع في صنداره وعمال يشتغل وبيحمل، فطول الوقت عامل كده طويل هو وقاعد في عربية صغيرة وبتاع، فعامل كده مسافر من هنا مثلا لحتة بعيدة وطول التكة، هينزل رقبته فيها مشكلة كبيرة جدا. طبعا الإصابات والحوادث والوزن كل ده بيلعب دور خطير جدا. الرقبة مهمة جدا يا جماعة، والغضروف العنقي ده هنتكلم عليه النهاردة بالتفصيل. والحقيقة العالم كله نحو ما يسمى بالمينيمال انفيسيف تكنيك في منطقة الغضروف العنقي. هنفهم ليه النهاردة مع ضيف القيمة العلمية الكبيرة والاسم الكبير في هذا العالم الذي سيمتعنا بحوار اكسترا اوردينري اكيد كعادته، الاستاذ الدكتور هشام العزازي. اهلا بيك يا دكتور هشام، بيه منور الناس الحلوة. اهلا بيك يا بابا. عايز اتكلم الاول عن آلام الرقبة. كل الناس رقبتها بتوجعها، انا رقبتي ساعات. المقدمة حضرتك قلتها مقدمة جيدة جدا، وأضيف عليها الموبايل واللعب على الكمبيوتر واللعب على الآيباد، تلاقيه موطي راسه فترة طويلة مدة نص ساعة ومش واخد باله، فعلى طول يجيله ألم في رقبته. الرقبة فيها عمود فقري، فقرات فوق بعضها متصلة بمفاصل وجواها حبل شوكي، وفي بين الفقرات في الغضاريف وعليهم من بره عضلات. فأي حاجة من اللي أنا قلتها دي ممكن تكون سبب الوجع، ممكن تبقى هي اللي بتوجع العيان. وربنا خلق أي مفصل في جسمنا إنه يعمل حركة متوسطة، يعني مثلا زي الصباع، لو أنا عامل حركة زي كده مش هتوجع. تخيل بقى أنت عامل الصباع كده لمدة مثلا نص ساعة، تيجي تتنيه هيوجعك، أو العكس تتنيه كده لمدة نص ساعة تيجي تفرده هيوجعك. نفس الكلام في الرقبة، واحد منزل رقبته بيلعب لعبة وحاطط وضع غلط، أو نايم بالليل وبيقرأ كتاب فسند راسه على السرير، الأوضاع الغلط دي زي ما أنت في المقدمة قلت، يعني وضع حاجة لا خطيرة جدا. وبعدين هتعمل بقى الألم، ما أنتش عارف الألم بيجي منين، ممكن يجي في العضلات، ممكن يجي من مفاصل، ممكن من الغضروف، زائد بقى السن والعجز اللي هو التآكل الشيخوخة، يعني برضو بتصيب الرقبة. وأخيرا تمارين بتتعمل غلط في الجيم في الرقبة، تلاقي برضو بيشيل حاجة غلط، بيعمل تمرين ويكون فيها سترين على رقبته وشد على رقبته، يبقى فيها خطر. إيه هو الغضروف العنقي؟ له ليه خصوصية مختلفة شوية؟ زي ما قلنا الفقرات بينها غضاريف، الغضاريف دي بيبقى أي غضروف ليه قلب من جوه وليه غطاء من بره. لما بينشف الغضروف، القلب ده حاجة جيلي طرية، لما بتنشف يبتدي المسافات ما بين الفقرات تختلف، والغضروف ده يبتدي يطلع ويضغط على الحبل الشوكي، يبتدي العيان يعاني من ألم في رقبته. الألم هنا بقى نوعين، لأن ده يعني بنشوفها كتير جدا في أماكن الألم هنا مختلف. أول مكان بيبقى فيه الكتاف، فالعين مش شرط رقبته بس توجعه، والكتاف ليها توزيع للألم، احنا بنسميه ريفيرد بين أو الحيل بالعربي. الألم اللي موجود أنا ممكن يعني العين يجي يقولك أنا أعلى ظهري
بيوجعني. فأقول والله لا، ده أنت ده غضاريف في رقبتك، ده مفاصل رقبتك. فالجزء الأولين هو مفاصل الرقبة، لو هي وجعته وحصل فيها خشونة أو التهاب هتعمل له ألم في أسفل الرقبة، وساعات كمان لو كانت المفاصل العلوية تعمل له ألم في أعلى الرقبة، يقول لك أنا بيجي لي صداع خلفي كتير. والغضروف نفسه بقى لو داس على الأعصاب هيعمل ألم في الإيدين وتنميل في الإيدين. فالعين يجي يشتكي يقول لك والله أنا إيديا بنملة، إيديا فيها ألم بتوزيعة معينة وليها رسمة، إحنا بنقدر نعرف كل عصب بيغذي فين، ومن وصف المريض قبل ما أشوف الأشعة أقدر أقول والله أنت الغضروف كذا هو اللي مقصر، المفصل الفلاني هو اللي فيه المشكلة. فطبعا يعني حاجة يعني خطيرة إنها تتساب ولازم تتعالج. يعني إيه أسباب الإصابة بالغضروف؟ إنه بقى وضع غلط، موبايل مسكوه غلط، حادثة طبعا غلطة، الشيخوخة الزمن، يشيل حاجة غلط على راسه، يعمل زي ما تقول تمارين غلط، يعمل أي في ستات وبرضو يعني في الشغل المعمار والحاجات كلها بيشيلوا في الدماغ. طبعا ده أسباب من ضمن الأسباب. ضمن الأسباب إزاي نشخص الحاجة؟ الوصف المرضي للمريض يجي يحكي يقول أنا مكان الألم كذا. أماكن الألم هنا بقى لو المريض جاء ووصف يعني الصورة اللي شايفينها دي بديك أماكن الألم بتاعت مفاصل الرقبة، وشوف ممكن توصل للكتف، يعني اللي يشوفها يقول لك إيه ده، أنا ده كتف اللي وجهه. لا، اللي وجهه هنا مفاصل رقبته هي اللي وجعاه. فمن الوصف أقدر أشخص، وبعدين هتلاقي جزء تاني كان طالع للرقبة من ورا. هنا تقدر المنطقة الخضراء اللي باينة في الصور مفاصل الغضاريف دايسة على أعصاب، اللي هي جذور الأعصاب اللي نازلة على الإيد وعاملة الضفيرة العصبية اللي نازلة على الإيد. أقدر من وصف المريض ودقة يقول لك والله هنا وهنا وهنا. بعد ما باخد التاريخ المرضي وأفحص العين كويس جدا، نبتدي نخش على المعامل أو الفحوصات اللي بنعمل. أشهرها الرنين المغناطيسي، لأنه هو بيبين الخلايا والأنسجة الطرية كويس جدا. وقبلها اقدر اعمل اشعه عاديه، الاشعه عاديه برضو تقول لك الالاينمنت او الانسجام بتاع الفقرات مع بعضها ومتساويه ولا لا، وفي غضاريف ولا لا. فالاثنين دول مهمين جدا، ان انا اقدر احط اشعه عاديه وبعديها اعمل رنين مغناطيسي اقدر افهم بيه القصه بتاعه المريض ايه. فدول الاثنين الاساسيين اللي احنا نعتمد عليهم. في حاجات بقى ثانيه بنعمل ساعات دراسه عصب، توصيل العصب من الرقبه للايد، هل هو بيشتغل كويس ولا لا. ده برضو بنسميها نيرف كوندكشن ستادي، دي مهمه جدا، نقدر نقول لي العصب سليم ولا مش سليم، ونشوف قدرته على التوصيل. على قدرته على التوصيل. اكتر ناس يعني ممكن، في ناس كتير قوي ممكن تقبل في التعامل مع الغضروف، موجودين اعتقد في منطقه الشرق الاوسط، تلاقي الغضاريف متسابه. ايه الخطوره ان انا واحد يجيله غضروف ويسيبه ويطنشه ويمشي على المسكنات مثلا؟ اللي نمسك شقين، الشق الاول الغضروف ان هو عنده الم بيعاني منه، الغضروف ده بيضغط على العصب. فتلاقي بعد شويه الغضروف بعد ما كان الانسان جاي يشتكي من تنميل بقى في الم، بعد الالم ابتدى في ضعف في الايد، القدره انه يشيل الحاجه ولا الحاجه بتقع من ايدي. نيجي اعمل له اختبار في العياده الاقي دي واحده اضعف من واحده ودي ضعيفه مش قادر يمسك. بعد شويه ممكن يبقى فيه كمان ضغط أشد، ممكن الموضوع يجيب إعاقة كاملة، وممكن يجيب يخلي اليورين أو البول يسيب من المريض. فطبعا الإهمال هنا ده الشق الأولاني اللي هو الغضروف يتضاعف يعمل مضاعفات. الشق الثاني الأدوية، إن أنا أفضل شهور وسنين باخد مسكنات، مسكنات شق بتأذي المعدة جدا، والشق الثاني بتأذي الكلى جدا، لدرجة ان يعني المرضى كتير قوي تيجي تعمل له تحليل كلى تلاقي الكلى ابتدت تتأثر. والاغرب كمان ان انت المرض بيجي الغضاريف ممكن تيجي في سن كبير ويكون اوريدي عنده امراض تانية والكلى متوسطة الحال بتشتغل بنص كفاءة، وهو قاعد ياخد ادوية مسكنات. ما هو لازم يريح نفسه، لو في الاخر الغضروف لازم يتعالج، يعني هتسيبه لحد امتى؟
والألم اللي عندك ده لازم تعالجه، والعلاج مش المسكنات، المسكنات ده جزء بتساعد لكن مش اللي هي كل حاجة. العلاج بإيه بقى؟ يعني كيف نتعامل مع الهبوط؟ واحد عنده هبوط فيه مشكلة، نتعامل معاه إزاي؟ طرق العلاج كتيرة، لكن زي ما هتقعد في المقدمة إن العالم كله بيتجه للتدخل الجراحي المحدود، يعني مرارة بدل ما كانت بيعملوها بالمفتوح بقينا نعملها بمنظار، غضروف الركبة بدل ما كانوا يفتح الركبة طب ما نعمل بالمنظار، وهكذا. التدخل المحدود ده بيدي للمريض فرصة إن درجة الشفاء أسرع، لأن مفيش جرح، إن العيان فترة نقاهة أقل، رضا المريض بالعملية عامة تبقى أحسن. المريض يقول لك ده أنا دخلت عملت عملية في نص ساعة وأنا صحي. فهنا دلوقتي الجديد في العلاج الغضروف العنقي إن نعمل تبخير للغضروف، إن إحنا ممكن نوصل للغضروف بإبرة تحت جهاز أشعة، والجهاز ده بيصور الرقبة بالظبط، وأقدر أحط الإبرة يعني هنا الإبرة شايفها داخلة جوه الغضروف في المكان مظبوط، تقدر بتطلع درجات حرارة معينة نقدر ناكل قلب الغضروف، فيبقى الغضروف مش ضاغط على العصب، وكمان سايبين الغلاف الخارجي بتاعه، فعاملين زي نوع من أنواع السبورت كده، الصورة واضحة إن الغضروف الإبرة داخلة جوه الغضروف. كل اللي حضرتك شايفه ده المريض صاحي، واخد بنج موضعي زي بنج الأسنان بالظبط، المريض مش متضايق، ويمكن منشغل أغاني زي ما قلنا قبل كده، الدنيا تبقى حاجة بيس جدا، والمريض يبقى قاعد يقول أنا يعني أنتوا بتشتغلوا فعلا، ونقول له إحنا شغالين. فطبعا الميزة التانية كمان إن أنا بعد ما أشيل الإبرة وكلنا الغضروف، العيان يقوم يلبس هدومه ويروح، يعني مفيش حتى وقعد في المستشفى فترة طويلة، ساعات ما فيش رقبه كمان بلبسها له، مفيش داعي ان انا البسه رقبه خالص، ان انا ما عملتش حاجه جامده، تدخل عميق، تروما جامده كلها ايه بقى الانسجه والعظم. وبعدين الحاجه الثانيه ان في مرضى ما ينفعلهمش بنج كله، ويقول لك انا عندي القلب وعندي الضغط وعندي السكر، طب انا وانا 70 سنه 75 سنه طب هتعمل لي العمليه دي؟ ما هو كلها إبرة، زي ما بتاخد إبرة عضل، زي ما تاخد إبرة في أي حتة، نفس الإبرة بس هي بطريقة تانية وإبرة مختلفة طبعا وشكل مختلف، فبتبقى إن المريض ينفع له التكنيك ده طبعا تنفع بسهولة جدا حتى مهما كان عمر المريضة دي، وبتبقى المريض يخرج بعدها بنص ساعة يروح على أوضته يأكل حاجة يلبس هدوم يروح البيت. طب ما دي حاجة يعني رائعة يعني مقارنة بالعمليات المفتوحة، لكن بعض الأحيان لا، يجي المريض أقول له أنا ما بحبش دايما أظلم الجراحة، لأن الجراحة برضو مهمة جدا، يجي المريض يقول لا بص أنت الغضروف اللي عندك ده عامل مشكلة أكبر من أنها تتعالج بالإبر وتتشخص كده، لا أنت لازم تعمل جراحة مفتوحة. وده وارد يعني، بقول لحضرتك هما الجراحه والجراحه المحدوده او التدخل المحدود بيكملوا بعض مش ضد بعض خالص يعني. فعلا العزيز القيمه العلميه الكبيره الاستاذ الدكتور هشام العزازي كان في حوار كالعاده مثير.